السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن يعني راح تستنقوا عنوان الحلقة: الكعبة مزورة، الصلاة مزورة، القدس مزورة، زمزم مزورة، قبر الرسول مزور، البخاري ومسلم مزورين. القدس ليست القدس بل المسجد الأقصى، واليهود انضحك عليهم وأخذوا فلسطين خطأ، لازم يروحوا على اليمن. و2019 كل اليهود راح فلسطين راح تتحرر من اليهود بدون حرب، لأن اليهود مضحوك عليهم كلهم، راح يطلعوا ايش كل اليهود يتركوا فلسطين ويقولوا والله ضحك علينا، صارنا من سنة 1948 وإحنا بنسوي حروب لسنة 2019-2018 وإحنا مضحوك علينا. اكتشفنا الحقيقة وعرفنا أن القدس مش القدس. هذا كله كلام قالته هو المهدي المنتظر. أحباب الله، أنا غبت دائما، تعرفوا بنزل لكم من شريط وبعدين بغيب، لأنه مش هدف الشهرة ولا هدفي أظهر يعني أكون مشهور بين الناس وأصير أبين للناس إني فهمان أو كذا أو أفهم منهم أو بدي هدف من وراء عشرتي. كل هدفي بس أحباب الله أفيد أحباب الله، وما بدي لا حمدا ولا شكوى. يمكن أنزل لك كم شريط وغير عن كل سبعة تشرع أو سنة أو سنتين أو إلى ما نهاية، وشايفين لحية بيضة وزلم عمره 56 سنة وداخل على 57، يعني ما بتشو إذا بقى من وراء طفل صغير لحد الآن ما أخذت شيء، يعني الدنيا اللي أخذتها كلها زائدة. فشو بدي أخذ وأسع من هون كم سنة أو أيام، الله أعلم أمتى الواحد راح يتوفى. فيا أحباب الله، بدي أحكي الشغلات هاي، بس أحباب الله احذروا احذروا، ينضحك عليكم في دينكم، احذروا. مش كل شيء بنحكى بتصدقوه، لازم تتبحثوا وتدققوا وتدرسوا، تسألوا أهل العلم. قرآن كريم موجود قدامكم، يمكن ما تفهموه، ادرسوا شوفوا، اسألوا العلماء، ابحثوا انتوا انفسكم في القرآن، ادرسوا سنوات طويلة عشان تفهموا احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تردوا علي بقول لك ايش اي ايش، حتى انا لا تردوا علي اذا ايش فجتكم دلائل المراهيم. فالقول ان اقول لك انا والله زي مثلا اخر شريط، اخر شريط احباب بالله نزل عاجل، محمد بن سلمان حاط نقطة: نأسف للمسلمين، قبلتنا مزورة. اسمعوا الآن بالحقيقة، صاحب قناته والمهدي بقول لك قال محمد بن سلمان اتصل فيه وحكى له وعلن لي أنا المهدي وأنا بعطيك ملايين. وصاحب القناة من كثر ما هو أمين رفض وبدي يكشفوا على حقيقته. يمكن واحد ضحك على قناته والمهدي وحكى له أنا من طرف محمد بن سلمان وكذا، بس محمد بن سلمان لو قلت لغير محمد بن سلمان يقول لك والله يمكن معك حق، بس محمد بن سلمان اللي ما بهمه الإسلام ولا المسلمين. أنا أصلا ما بدافع عن محمد بن سلمان، بس محمد بن سلمان بده يكون المهدي، بقول لك حط المهدي، وهو جايب الرقاصات والمطربين وجابوا من المدينة المنورة بنجوى كرم ومطربات أجانب وأغاني ورقص وسفاهة في الأرض الحرمين. هذا مهدي؟ هذا مهدي؟ هذا بقول لك بقول عن حالي مهدي؟ مستحيل مستحيل محمد بن سلمان يسويها معك، لأنه أصلا هو مش فارقة مع أحدا، مش فارقة معاه شيوخ الدين كلياتهم. مين أنت من بين الدنيا كلياتهم؟ بقدر أحط كل شيوخ الدين اللي عنده اللي قاعدين بيزلوا ذنب بس أفتول وبالرقص والأغاني، حتى المفتي العام بقدر أقول عنه المهدي. لو حكى له قول المهدي بقول لك سمعنا واطعنا، لأنه بخافوا القتل أو السجن. أقلية العلماء اللي بيحكوا كلمة الحق في السجون، ومنهم من حكم عليهم بالإعدام، ومعروف محمد بن سلمان. قلت له يا أحباب الله، أنا ما بدافع عن محمد بن سلمان ولا أنا واقف ضده، أنا بحكي لكم الحقائق اللي أنا شايفها قدام عيوني بالتلفزيون وبالأغاني والحفلات وأقوال أهل مكة وغيرها، من الناس المؤمنين اللي بخافوا رب العالمين. محمد بن سلمان مش الشخصية اللي راح أقول لك خليني مهدي، لأنه أصلا هو مش فارق معاه، لأنه أعطى القدس، وافق على إعطاء القدس لليهود.
2 وافق على اعطاء ترامب 500 مليار دولار وترامب بهين فيهم كلياتهم. 3 وافق على احلال الانحلال الخلقي، ما بيقول احنا الاغاني والمأغاني كلها حرام وحرام، لا، حط الاغاني اللي فيها الحرام حطها وين؟ في المدينة وحوالي مكة، وبكرة بدي احطها يمكن بالحرم، بس والله ما بقدر لانه الله سبحانه وتعالى رايحني مكة والمدينة. قلت له يا حبايب الله، عشان هيك حبايب الله انا ما قصدي هيك، بس قصدي اني اقول لك والناس يصدقوا، بقول لك ايش؟ إيه والله هذا رجل ما بخير، لو حكى عن حال المسيح الدجال انا بقول لكم لا تصدقوا الكلام، مش كل واحد بيحكوا. وين دليلك؟ جيب صوت وصوره او صوت لمحمد سلمان بقول لك انا بعطيك ملايين، او اللي حكى عنه، بس كله كلام. انا بقدر اقول لك ترامب حكى لي تعال حارب فلان او علان وبعطيك مثلا الجنسيه الامريكيه مثلا، او بعطيك 10 مليون دولار. الكلام سهل بس من الدلائل وراهين احباب بالله. عشان هيك ما بيمنع على محمد سلمان انا انه اتصل فيك ولا ما اتصل فيك، بس انا متاكد انه ما اتصل فيك، وهذا كله تزوير. وانه محمد سلمان بيقول لك للاسف المسلمين قبلتنا مزوار، جيب لي الدليل والبرهان. من وين اجاك؟ شو انت؟ ولا بتقول انا مستعد بالعالم الارواح ادخل على محمد سلمان واذبحه؟ هذا انت معناته من السحره والشياطين. انا قدامك، ابعث لي شياطينك وابعث لي واذبحني. بعثت لي بعثت رسائل تقول اول شيء زكيتني، بعدين نزل شريط انه في ناس اسعوا شكل يوم سجلهون عندي. احباب بالله رؤيا لا عالم ولا شيخ معروف مع المهدي المتطلع المرة الثانية في معركة ضد الباطل، هاي مقالتها هو المهدي، وأنا الوحيد جابوا صورتي واسمي عماد أحمد السوري إنه أنا من الله اللي بايعة المهدي. بعدين نزلت بايعة، قال حلم ثاني 7 علماء، هي هو المكتوبة عندي كمان، خلي أشوفها وين هي. رؤية لقاء المهدي المنتظر مع أصحاب 7 قنوات بصورهم ودعوة الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم بزكي قناته. شو بزكي قناتك؟ بالرؤى؟ هل لا تكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ممكن يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يرمز للشيء، مش دائما الرسول يرمز للرسول صلى الله عليه وسلم، وتيجي تقول إنه قاعدين في مكة وإحنا 7 وإنت معانا في معاك 3 بنات وإحنا بتفرجينا ظلالنا بنظل الناس وانت اللي بتهديهم؟ طب انا نشوف الهدايه تبعتك يا حبيبي. وبتحكي عنا بعدين انه ايش احنا اعداء لانه ما زكينا قناتك وما ضمينا اصواتك لصوتك. كيف بتضم صوتي لصوتك وانت بتقول الكعبه مزوره، قبر الرسول مزور، الكتب الصحيحه البخاري ومسلم مزورين، زمزم مزوره، مكه المكرمه كلها مش مزبوطه، القدس مضحوك على اليهود ورايحين يتركوها، وحطيت هون بتقول انه 2019 خروج مين؟ هي هجرة اليهود من فلسطين لليمن وتغيير الحج لفلسطين بدل مكة. عاجل هذه السنة 2019 هجرة كل اليهود من فلسطين لليمن وتأكيد خبر. وانت بتقول انك ما بتنزل واحد بدأ على حال المهدي الا اذا هو اعلن ونزل شريط عندك. وقلت انه المهدي اسمه عبد القادر، واقسمت انه عبد القادر، واقسمت انه من الجزائر، وانا بقول لك والله ما انت صادق. مش حاشا اهل الجزائر احبابي كلياتهم، بلد المليون ونص شهيد، هاي اثناء الحرب عشرات الملايين من الشهداء ماتوا ورجال معروفين، هم البلد الوحيد اللي ما اعترفت فلسطين، والمغرب العربي وتونس وغيرها كلهم ابطال ورجال. اللي بالحقوق هذول مساكين ما بيعرفوا الحقيقه. انا كنت والله معاك منيح، ولما نزلت قلت انزل اشرطتي، قلت انزلني، وانت زكيتني، انا انكرت وقلت انا مش المهدي، وانا لحد الان بقول انا مش المهدي. المهدي الله بيعرفه بس. والله سبحانه وتعالى لما يظهره غصبا عن راضي والزعلان يظهره، ومش مهم الاسم. اسمه يوسف، ابراهيم، محمود، حسن، حسين، رامز، توفيق، اي اسم بده اياه. اللي الله كاتب له اياه احنا بنقول سمعنا واطعنا. وغصبا عن الراضي والزعلان رب العالمين راح يضع المهدي الحقيقي. هذا اذا اجى بعصرنا بايامنا او بالعصور القادمه. انما امر الله ان يقول الشيء كن فيكون.
وله الخيرة، احنا ما عندنا الخيرة، فعال لما يريد. تيجي انت كيف تتبع قناتك وانزل اشرطي وازكيك وانت بتقول كعبتنا مزورة؟ يا اخي سكان اهل المدينة سنة 2010 حوالي 1,535,000، يعني 1,535,000 بشر، هذول كلياتهم مضحوك عليهم. الحجاج اللي حجوا في الكرة الأرضية، أنا عمري 57 سنة بتقول لي صلاتنا خطأ وكعبتنا خطأ. طب أنا ولدت وأنا بشوف أبوي بصلي، أبوي ولد قبل زوال الخلافة العثمانية، أبوي عاش 94 سنة، مات سنة 2005. أنت عليه حمام بالله؟ شاف أبو اللي هو جدي، أنا ما شوف جدي، وبعمه شاف، وأبوي ما كان ابن الأكبر من الإخوان، العمام ماتوا قبل ما أبوي يتجوز أمي قبل 50-60 سنة، أمي ما بتعرف إخوانه، يعني عمرهم 100 وشوي، بس ماتوا بتعرف 50-60 سنة عمر واحد. جدي على خطأ بالصلاة، وجدي أخذها من جده. الخلافة العثمانية اللي كانت موجودة من 1900 لحد 1919، الاحتلال الأوروبي بريطانيا وفرنسا البلاد العربية كلها مزورة، يعني العرب كلها شافوا هالحكي هذا وظلوا مسكوت عنه. طب أهل مكة سكان مكة والمدينة يزوروا بسكتوا؟ سكان القدس الحرب، يعني اليهود النصارى المسلمين من زمن سيدنا عمر بن الخطاب، من قبل سيدنا عيسى بن مريم، من زمن سيدنا موسى عليه السلام، كلهم بيعرفوا إن فلسطين محلها فلسطين، وتجي تقول هاي مش فلسطين مزورة مضحوك عليهم. الوحيد الذكي اللي الله حط سلطان والعلم عندك انت، اذا انت المهدي يا حبيبي هات برهانك ان كنت صادق. صلاتنا مش مضبوطة؟ طيب شوفوا يا احباب الله، انا هسه بثبتكم امور. سورة الاحزاب 13 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فأرجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون أن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يردون إلا فرارا. يثرب، وين مكان يثرب هاي؟ هسه معروف يثرب المدينة المنورة، طول عمرها كل العالم بيعرف يثرب المدينة المنورة. إذا يثرب مزورة معناته قبر الرسول عن جد ومسجد الرسول مزور، بس يثرب هي نفسها. بعدين سورة الأحزاب 13 سورة الفتح 24 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. مكة مكة كمان، مكة مزورة من زمن سيدنا محمد زمن مكة، وتحكي آلاف السنوات. عشان يا أخي حبيبي لا تزيد تقول مكة مش الكعبة مش محلها، ماشي لو قاموا الكعبة مثلا 4-5 متر 20 متر 100 متر نقول مزورة، بس تقيمها من مكة وتحطها في القدس بلاش. في ناس بقول لك مكة في السعودية، هذا في مصر، وفي ناس بقول لك في الجزائر، وفي شو مالكم مجانين انتم؟ قاعدين بتضحكوا على حالكم. النصارى واليهود صار لهم 1430 سنة بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش لاقين ثغرة لا على القرآن ولا على الدين ولا على الكعبة ولا على أي شغلة، تيجي وأنت تدمروا الإسلام؟ اصحوا اصحوا استيقظوا يا أحباب بالله اللي بصدقوا هاي الخرافات والأوهام بدون حجة ولا دليل. بعدين شوف الآيات في سورة النور من 36-38 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والإيصال والأصل والإيصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه قلوب الأبصار ليزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، شو هاي المساجد، يسبح له فيها بالغدو والأصل، فيها تسبيح، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيش؟ عن ذكر الله القرآن الكريم والتسبيح والشغلات هاي، وإقام الصلاة في صلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم يتقلب فيه القلوب والأبصار. أحباب الله طلع انت في جميع انحاء الكره الارضيه، الركوع والسجود والوقوف بالصلوات كله مزبوط، انسى الايد هيك ولا الايد هيك،
قراءة القرآن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر، اللي بيذبح الغنم ذكر اسم ربه، يقول بسم الله الله أكبر. فهمت علي؟ النداء يوم الجمعة أذان بنادي الناس حي على الصلاة. الصلاة مش دعاء فقط، الدعاء جزء من الصلاة. قلت عليه رب الله، الصلاة هي العبادة، أركان الإسلام الخمسة. في صلاة الظهر مذكورة في القرآن، وصلاة الفجر مذكورة في القرآن، والعصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء، خمس صلوات. في ناس خلاهم ثلاثة، وفي ناس بقول لك انسى. كيفية الصلاة؟ بقول لك لا صلاتكم في، طب يا أخي نزل شريعة علمنا الصلاة. إذا أنت كنت أعطينا برهان كنت مصدقين يا أخي. اليهود والنصارى والإسلام، سيدنا عيسى بن مريم كان يصلي صلاتنا. روح دور على الكتب الإنجيل، تقول لك الإنجيل مزور، مش كلها مزورة زي إحنا بزوروا بعض الشغلات، ممكن في بعض الأحاديث مزورة بس مش كلها. زورت صحيح البخاري عشان حديث حديثين، ممكن اللي سمعوهم مش هم صحيح البخاري. يا أحباب بالله، ما كان يدور على الكلمات أو شو الموضوع. أهم شيء كان عنده إنه رجال ثقات، اسمه علم الرجال. أي واحد معروف عنه الكذب أو الدرس أو العقل غياب أو أي صفة عاطلة كان يزيل الحديث، غير عن بعض الناس كانوا يدوروا على الحديث ذاته والكلمات ذاتها. عشان يا أحباب الله، ما تكذبوا صحيح البخاري ولا مسلم، كله كتابين. هذول أكبر كتابين بعد القرآن الكريم. بيجي بقول لك القرآن الكريم بيغني عن كل شيء، طب شو دخل؟ طب احنا بنقول أشهد أن لا إله إلا الله، بيجي واحد بقول لك طب اثبت لنا شهادة أن محمد رسول الله، وإحنا قاعدين بفضل، أنت اثبت لنا مش موجودة، احنا معروف لنا. أنت بدك تجيب شيء جديد، بدك تجيب لنا دليل على أنه احنا على خطأ، مش احنا نجيب لك دليل على أنك احنا على صح. إذا عندك دليل نزله. صلاتنا خطأ بين الصلاة، كعبتنا خطأ ورجينا محلها واثبت لنا إياها. القدس خطأ، الحج خطأ. يعني شوف الناس الجهل لوين وصلوا. سورة البقرة 197 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الحج أشهر المعلومات. هسه أقول لك الناس إيه مش شهر الحج بس، الحج أشهر المعلومات. يعني بيقدر الواحد يحج بأربعة أشهر، يعني عرف وما عرف لا مش مهمة. لا يا أحباب بالله، مش شيخ المعنى. شوفوا أنا بجيبكم دلائل على نفس الموضوع. بصير بالصيام، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البقرة 183 ل 185 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، هناك أشهر المعلومات، هو أيام المعدودات. بيجي ناس يقول لك يا أخي الصيام ما هو شهر، أربعة أيام بس، تسعة أيام، الأيام اللي بنعدوا. يقول لك أيام المعدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية أطعام مسكين، فمن تطوع